شكرا أسد. شهدت العاصمة الإماراتية أبو ظبي عرض أزياء الربيع والصيف جارير. تضمنت العروض ورشة عمل تفاعلية عن تصميم الأزياء وأيضا استعراض النصائح المقدمة من أهم الشخصيات المؤثرة في عالم الموضة. ولفتت المصممات المشاركات الأنظار يعني لتصاميمهن التي تعتمد على الأقمشة الفضفاضة وبنطال الجينز. طغت الألوان الفاتحة على العرض ما أضفى إطلالة مميزة أو إطلالة مميزة على عارضات الأزياء. قدمت الفعالية التي أقيمت على مدى 3 أيام دروسا في تنسيق صيحات الأزياء مع طرق مكياج البشرة لهذا الموسم، حيث تعرفت المشاركات في الفعالية إلى قواعد طلاء الأظافر وتركيب الرموش. أنا بفضل تكملي أنت صراحة بفضل في تصفيف الشعر نقدم هذه الفعالية بالتعاون مع مجلة غرازيا الشرق الأوسط ومجلة كوزموبوليتن الشرق الأوسط. وتتضمن الفعالية منصة غرازيا ستايل ومنصة كوزموبوليتن بيوتي بار، حيث سيتمكن الزوار من الحصول على نصائح من خبراء التجميل اليوم اللي هم من ضمنهم أليسون تي رئيس التحرير مجلة غرازيا للشرق الأوسط. كما تتضمن منصة غرازيا بعض المسابقات اللي ممكن للجمهور يشاركون فيها يحصلون على جوائز متعددة، وسنقدم ريع هذه المسابقات لمؤسسة تحقيق أمنية. اليوم نحن عم نحتفل بربيع صيف 2018، عم نشوف شو هي الشغلات اللي هي على الموضة وآخر صيحة، عم نشوف نقشات كتير الزهر، عم نشوف اللون الباستيل اللي هو بيكون زي زهر خفيف أو لون أصفر خفيف، ألوان اللي هي مش كتير قوية بس خفيفة، وأكثر شيء هو الزهر. كمان الخطوط كتير على الموضة، الخطوط الطويلة المربعات بالتياب كمان جزء كبير من آخر صيحة بالموضة.